ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس محمد حجر، والجميع من الزملاء في منظمة سميبس يعرفني، ولذلك أنا الليلة هذا الفيديو أوجهه لكم عن طريق من خلال قناتي رسالة شكر إلى سميبس، هذه المنظمة التي تعتبر الرائدة في مجال الزراعة في اليمن. فأنا أوجه لكم شكر كبير جدا بحكم أنني كنت واحد من المتدربين فيكم، وكنت ملاحظ أيضا مع المنظمة في عدة مزارع، ولم أوفق أنا بالوظيفة مع هذه المنظمة، سبحان الله العظيم. ولكن الحمد لله رب العالمين، إن الإنسان متى ما اتكل على الله سبحانه وتعالى وأيقن أن رزقه ليس مربوطا بأحد أو بمنظمة أو بهذا الشيء، ولكن قدر قيمة تدريب الناس وتعب الناس عليه والغرامة التي قاموا بها هؤلاء الناس في المنظمة، وأسهموا في رفع مستوى التدريب لدينا كمهندسين زراعيين، رغم أننا نحن ناس متعلمين وكذلك، ولكن المهندس بحاجة إلى تأهيل. فالدورات هذه تقام في كثير من دول العالم بعد الخروج من شهادة البكالوريوس، ولكن هنا في اليمن ضعيف هذا المجال خاصة لنا كمهندسين زراعيين، أصبحت قيمتنا كمهندسين ضعيفة، حتى على مستوى أن المهندس إذا ذهب يخطب لكي يتزوج وإذا سئل أنت مهندس زراعي يحدث نوع من التردد في هذا. ولكن هذه المنظمة أسهمت في رفع القيمة، وكثير من نخبها وكثير من المهندسين يسهمون في رفع قيمة المهندس اليمني. من أين رفعت قيمة هذا المهندس؟ من خلال عملية التشبيك ما بين التجار وبين المزارعين، والربط خلقت نوع من العلاقة والربط بين التاجر والمهندس والمزارع، وهذا جانب يشكرون عليه هذه المنظمة، وذلك أنا أوجه لهم الليلة الشكر، وأنا أعتبر قصة نجاح لكم، وأتمنى أن يحضر الكثير من زملائي في هذا المجال. وأنا الحمد لله الآن قائم على مجال عملي ولي عملي الخاص دون الاحتياج لأي شخص أو لأي شيء، وهذا من فضل الله، ثم يعود الفضل لسيمبس. فشكرا لك وشكرا للقائمين عليك، وشكرا لعبد السلام الأديب، وشكرا لكل من أسهم في خلق هذا العمل الرائع الذي رفع الثقافة الزراعية في محافظة الحديدة ومحافظة حجة ومحافظة تعز والكثير من مناطق اليمن. فنوجه الشكر للمنظمة الرائدة، منظمة سميبس. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس محمد حجام.